أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض مع حضراتكم في درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. يسود ليلا طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 11، ويكون الجو معتدل. في الإسكندرية 17-13 يكون الجو أيضا معتدل. في مطروح درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 يكون الجو أيضا معتدل. في بورسعيد 19-9 يكون الجو معتدل. وأخيرا الإسماعيلية 20-11 يكون الجو فيها أيضا معتدل. أما بالنسبة لمحافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى فيها 20 والصغرى 12 يكون الجو معتدل. في العريش 20-12 يكون الجو معتدل. في طابة 19-12 يكون الجو أيضا معتدل. في شرم الشيخ 23-15 معتدل. في الغردقة 23-15 يكون الجو معتدل. وبالنسبة عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 يكون الجو معتدل. في أسوان 22-11 يكون الجو معتدل. في الوادي الجديد 21-19 يكون الجو معتدل أيضا. في شلاتين 28-12 مائل للحرارة. في حلايب 27-13 مائل أيضا للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.